سامعين بعض هلا؟ ايوه احنا جاهزين ولا ننتظر حد او ننتظر شوي؟ لا جاهزين، يلا بسم الله. بنرحب بيك في تاني ويبينار معانا. هو تيم ابتدى يدخل معانا والشباب بيدخلوا. شوف حضرتك لو حابب تفتح الكاميرا، احنا مستنيينك. ده الويبينار رقم 2 في يعني في الحوار اللي خاص بالتصنيع الرشيق واللين مانيفاكتشرنج، اوكي؟ وان احنا ازاي ننمي مهارات الشباب في اللين مانيفاكتشرنج والتصنيع بدون هدر. احنا انت المره اللي فاتت حضرتك عملت لنا الويبينار الاول، هنحط اللينك هنا. كان الموضوع ممتع للغايه والشباب طلبوا لقاء اخر مع حضرتك، فاحنا بنرحب بيك النهارده. اتفضل يا فندم. أنا سعيد جدا أني أكون معكم، بس النهاردة يعني أنا شكلا في حالة سيئة لأنه انمرضت من حوالي أسبوعين. شكلي سلامتك مش ألف سياحي، سلامة. الله يسلمك، شكلي مش سياحي أبدا يعني، بس لا حضرتك you always look perfect. الله يخليكي. الواقع أنا بعد ال المرة الأولى الويبينار الأول عملت مراجعة على الفكرة، فلقيت إنه أنا ممكن أكون بكرر، التكرار ممل عادة، بكرر أشياء منشورة ناس كتير بتكتبها، بتكلم عن اللين ونشأته وتاريخه، بتكلم عن المبادئ بتاعته، بتكلم عن الأشكال المختلفة للهدر والتولز، يعني النت مليان. أنا مش حضيف كتير ذو قيمة لهذا الموضوع، لكن الموضوع الوحيد اللي ما في حدا بيناقشه أبدا هو، طيب أوكي، إحنا كل عندنا كل هذه الكميات الهائلة من المواد ومن المعلومات المنشورة على النت، لكن ما في ناس، ما في خبرة. يعني أنا حاليا بالهند، الهند بلد معروف إنه مصدر للعقول، سكانه 1430 مليون بني آدم. لما بتشوف في المجمعات اللي بتاعت الاي تي كل الشركات، بس انه في مليون بني آدم قاعد. طب لكن لما بروح على المصانع بشوف انه حالتهم بتصعب على المسكين. لما بروح على مواقع البناء بشوف انه كميات هائلة من الفلوس والوقت بتاكلها النار كل شهر. إذن في حلقة مفقودة. هل المعرفة هاي المنشورة هي اللي كافي تنقل البني آدم من منطقة النظرية إلى منطقة التطبيق والواقع على الأرض؟ أنا أدلل على هذا الموضوع. أنا امبارح كان عندي زيارة ماراثونية طويلة جدا لمصنع إزاز بيعمل أبواب إزاز، بس شيء جميل جدا، very artistic، من خامات أنا عمري ما شفتها. وصاحب المصنع تجربة هائلة، إخوات ثلاثة هم، وكان بدأ حديثه بيشكي لي وبيتهمني بشكل غير مباشر، بيقول لي إنه أنا بيجيني سي في مدجج بالسيكس سيجما والشهادات والدورات والمسميات والأشياء، فأنا بحس إنه خلص الفرج اقترب، إنه بدينا نحل مشاكلنا. التقي مع هذا الشخص وبعد شوي نبدأ نسأل بيه أسئلة، نطرح نقترب من مشاكلنا، نحن الهدف الاجتماع أصلا هو حل المشاكل، حل مشاكل المصنع، فنبدأ نطرح عليه المشاكل. قال لي الغريب إنه أنا بقى بتكلم في موضوع وبرد عليه في موضوع تاني ما له علاقة. بقول لا أوكي، في فهم غلط يعني. فبعيد الحديث في مشكلة ثانية وثالثة ورابعة. فقال لي بننتهي آخر النهار حديث طرشان أنا ما له علاقة في اللي تكلمنا فيه. لا غالبا إنه كان بيقول لي ما كنت واحد منهم، أنت يجي تضيع وقتي، قعدت أنا وياه 4 ساعات، يجي تضيع وقتي يعني. على إنه بيشمل زيارة المصنع، هو يبحث عن تعليقات وعاوز يتعرف على إمكانيات هذا الشخص اللي جاي، فبيبحث عن تعليقات على ما يراه الزائر من ماكينات ومن شغل ومن عمالة وأعدادهم طرق شغلهم
نظافة الأرض، كل التفاصيل. هو يبحث عن تعليقات حتى يشوف إنه في التقاط للمشكلة، فهم للمشاكل. هل هذا الشخص مدرب على حل مشاكل الإنتاج؟ وهي إلى حد كبير جدا هي نفس المشاكل، في تخصصات قليلة جدا من مهنة إلى أخرى. وهذه عادة إحنا بنعملها بريدجينج من خلال أسئلة للعاملين، فبنبدأ نسأل أسئلة كثير حتى نتعرف على طبيعة العمل. هذا ذكرني بصديق لي، ما بعرف إذا كان موجود مع الحاضرين، إنه في والده بده يزورني في الأردن، فقال لي أنا جايب لك أحمد وابنه مهندس مدني، هو جاي ينصحك تبطل اللي أنت فيه. بقول له ليش يا أحمد، شو المشكلة؟ قال، فطلع لي صورة شهادة هو مخلين، قال لي أنا عندي هاي الشهادة ومن أمريكا، بس أنا بصراحة مش فاهم ولا شيء. سيبك من هذا الموضوع، لأنه الموضوع حدا فيه شيء غلط، يا إنه كذب يا مبالغة يا شيء، لكنه هذا ما له علاقة بالواقع وبالشغل وبالناس اللي بتتكلم بيه. سيبك منه. طبعا أنا كنت سعيد جدا بأحمد. أنا بدي أفتح ورقة بس، كتبتها مش عارف كيف اتفضل يا فندم. بدي أصغر الشاشة. كيف ممكن أصغر اتفضل. الشاشة؟ ممكن حضرتك ممكن نعمل شير، احنا نعمل اوكي كده افضل. طيب هلا تمام، هيك تمام. فهذا حديث صاحب المصنع اللي هو المتلقي، معني في أي واحد. وأنا حسيت بحالة الإرباك الشديد اللي بيعاني منها، هو مش متخصص وبيضيع هذه الأوقات الكبيرة جدا بالنسبة له، وبيطلع بالنهاية بحالة إحباط شديد، إنه كل هاي الناس اللي جايين. طبعا أنا شفت مجموعة منهم بالهند بكل هدوء وثقة وابتسامة بيقول لي أنا لين مانيفاكتشرينج سنسي. يعني كلمة هذه مزلزلة، هذه كلمة كبيرة جدا، لكن لما بدخل المصنع عنده إنه يعني هذا الرجل يا إما مختل عقليا يا مش فاهم شو معنى لين مانيفاكتشرينج أصلا، بيقولها بكل ثقة. هذا الموضوع لا يعني إنه أنا شخص استثنائي، ولا المشكلة تكمن في صعوبة النظام. النظام سهل بسيط، لكن المشكلة تكمن في مكان آخر. هذا هو موضوعنا. لما بيفتح الواحد على اللينكدين، وأنا بشوف بعض المقالات لكتاب خواجات، يعني بتوسم إنه ألاقي مقالة أقرأ فيها، بلاقي كمية من الجرافيكس، من انفوجرافيكس ومن كلام، أقسم بالله يمكن فقرة بتاخذ مني أكثر من نص ساعة حتى أفهم بس هو شو بده يقول. غالبا ما بفهم. بيتناولوا مواضيع ما لها علاقة على أرض الواقع. أنا عندي على أرض الواقع عدد معين من العاملين في أرض المصنع، هذا العدد في ورم فيه، بدل ما يكون في عندي 2 عندي 7. يعني امبارح قبل ما اترك المكان لانهم غدوني، فاعطيتهم رديت لهم الجميل انه هم بيستخدموا نوع من السيليكون في الازاز بياخذ 7 8 ساعات. سالته قلت له هل هذا النوع السيليكون الوحيد الموجود في السوق؟ طلع فيه ابتسم قال لي عارف شغلي، انه احنا من كتر ما قضينا وقت هون ما سالنا هذا السؤال. قال لي في موجود بيستخدم 2 و3. تخيلوا انه انت تحط باب تحطه عليه ماسكينج تيب بيلزقوه للحيز، بيتركوه 7 8 ساعات، بعدين بيرجعوا بتشيلوا الماسكينج تيب، بيجيبوا تينر وبيو تينر من النوع اللي غالي مشان ينظفوا مكان الجلو تبع الماسكينج تيب. اكتشف صاحبنا انه سيليكون موجود، وقال لي موجود من 3 ام. قال لي غريب، انا ما بعرف، يعني كان بيضحك انه انا كيف نحن ما سالنا هذا السؤال. هلا هذه هي البديهيه. فقلنا له طيب اوكي، احنا خلينا نلغي الماسكينج تيب.
أنا بعطي أمثلة حتى اللي معانا يعني يشوفوا أهمية الأشياء البسيطة جدا. كل ما أنا بشوف أشياء معقدة زي اللي بتنشر على اللينكد، أعرف أن هذا الشخص ما له علاقة بالموضوع، هذا أفاق ومتجني. كانت هذه واحدة قلنا له أوكي، المرحلة الخطوة الجاي نبحث عن ماكينة نيوماتيك تشتغل بتكابس هواء بسيطة جدا، بحيث انه لما نحط الباب ونحط له سيليكون الماكينه تضغطه جهتين ثابتين وجهتين متحركين، فبتقفشه خلال 4 5 ثواني، بنتركه للفتره، ممكن نركب له تايمر نتركه للفتره المطلوبه وبعدين بيفتح لوحده. فلا تيب ولا تنظيف ولا نحط تيب ولا نشيل تيب ولا كلفه التيب نفسه. احنا ما في عندنا شيء كلفه نقول انه والله هذه الكلفه مقبوله لانها قليله، لا، حياه البني ادم منها عباره عن تراكم ثواني. فباللين احنا ما بنعتبر اي شيء له انه قيمته صغيره. فهذا جزء من اللي بيحصل. اللي مشتغل على ارض المصنع فتره طويله، انا مش فاهم ليش محتاج الاحصائيات بتاعت السكس سيجما. انا شفت مشكله زي هاي بكل بساطة، بضل حلينا الجزء الأول ونضلنا وراها حتى نحل الجزء الثاني، وصارت جزء خلص ورانا ونبحث عن مشكلة أخرى حتى نحلها ونطورها. طب أنا ليش محتاج لإحصائيات؟ ليش محتاج لجرافس وجرافيكس ومش عارف إيش وكلام كبير معقد؟ ليش؟ تطلع عندي مشكلة فورا بحلها، بشوف أنا إنه في 7 موجودين، باجي بوقف بفهم أول شيء البروسيس تبعتهم، انتم شو بتعملوا؟ اشرحوا لي. بنشرحني، فانا بحسب بشكل سريع الوقت حتى بستوب ووتش، وباجي بقول اوكي طلع لي هدول 3 برا واشتغلوا انتم لوحد. وبنبدا من هنا نعمل سينكرونايزيشن، نعمل ريتيونينج للبروسيس. جزء منه بنعيد تصميمها، وجزء ثاني نكتشف انه يا عم 7 هدول لو اعطونا 10 دقائق هاي 70 دقيقة. هل البروسيس هذا محتاج 70 دقيقة ولا محتاج 5 دقائق؟ وبالتالي انا باخذ 1 أو 2 اذا بتوجب علينا 2.5 دقيقة، الباقيين نقول لهم تفضلوا تعالوا على جنب. فهذا جزء من المصانع. هلا بيجي واحد، انا متاكد اللي قاعدين بيسمعوني هلا بيقولوا لي بصراحه انت زدتها، انت يعني قاعد بتنفي، انت شخص عدمي وتنفي كل ما يقال وكل ما هو موجود. طيب كل هذه المعاهد اللي في العالم اللي بتعطي الشهادات سكس سيجما والخبراء والبلاك بيلت والبلت الكحلي والاشياء الجميله هاي، انت كلها بدك تلغيها؟ يعني معقول؟ معقول كل الناس هذه افاقه؟ يعني انا بزيد عليهم، انا التقيت شخص، هذا الشخص مستشار كبير حاليا بالرياض وعنده شركه. هذا الشخص لقيته بعمان، معاه ماجستير هو وشريكه من جامعه وارك في كاردف، في وارك يونيفرستي، معه ماجستير باللين مانيفاكتشر. طبعا داخل علي بصدره لانه هو معه ماجستير باللين ومن جامعه محترمه. لكن بعد 2 ساعة بالضبط قال لي انا بعرف قصتك. بعد يعني فتره شوي اقر لي انه هو في مصنع مطابخ بالاردن، قال له 4 سنين بقدم لهم استشارات. انا بعتقد لاني انا بشتغل بتصنيع الاثاث والمطابخ وغيره والكراسي من 30 سنه، بعرف انه شغل صاحبنا هذا بيحتاج ل4 ايام فقط. 4 ايام يعني هذه مع البحبحه. فطلب مني اروح على المصنع بشرط اني ما اتكلم مع اي حدا. بعدين راجع نفسه قال لك مين بيجيب الضبع لكرمه. فالتغت الزياره بالكامل وانتهى الموضوع. فكل هذه القصص بتقولنا طب يا جماعه وين المشكله؟ يعني وين الخلل؟ هذه الجامعات بتعطي شهادات، طبعا في غيرها كمان. انا كنت زمان بدي اعمل بالكونستراكشن مانجمنت،
جامعة دندي، أبردين ودندي بيعملوا جوينت كورس في اسكتلندا. في جامعات في أمريكا بتعملها، وين الحلقة المفروض؟ طب أنت قاعد بتحبط، أنت بتقول لنا كل هذا الكلام أدى لهذه النتائج، وبالتالي طب إحنا شو الحل قدامنا؟ طبعا اللي خرب بيت الموضوع هذا وأساء جدا جدا للموضوع، الأمريكان زي ما بيعملوا في كل شيء بالعالم، الأمريكان التقطوا في فرصة بين اللين مانيفاكتشر احتياجاته الحقيقية، بين إنه خداع الناس الطامحة إنها تعرف في هذا المجال وإنها تحقق موقع اقتصادي واجتماعي. اجتماعي أنا بأكد لكم إنه very prestigious، very prestigious. أنا شخصيا أدركت كم أنا مهم، اسمحوا لي يعني خلينا نكون شوي متواضع لمدة دقيقتين، كم أنا مهم لما جيت على الهند والمصانع اللي بدخل عليها والأرقام اللي موجودة. فالناس هذه عندها طاقة، اجوا الأمريكان زي ما بيعملوا في أي شيء، very pragmatic، يحاولوا طول الوقت يحولوه للفلوس، يحولوه لمصدر للدخل. فطلعوا لنا بالقصص بتاعتهم including اللي تكلمنا عنه. فأنا بتقديري الحلقة المفقودة بكل هذا الموضوع، واللي بيقرأ كتب الماسترز، الناس اللي بتفهم باللين حقيقة، سواء اليابانيين أو الياباني الأمريكان، من ضمنهم مايك براذر، جون شوك، ودانيال جونز، وجيمز وماك، والناس اللي كتبت كتب لا تذكر أي شيء على الإطلاق من كل ما يتكلموا عنه، لا أحزمة ولا بنطلونات ولا غيره، ما بيجيبوا شيء. الحلقة المفقودة، واللي هي المشكلة الكبيرة، إنه لازم الشخص المتدرب يتغلب على الحاجز الثقافي اللي عنده، بمعنى إنه في الهند أو في مصر هذا الشخص مش مهندس، هذا الشخص يعني عاوز يحمل زي المنش بتاعت الباشا بتاعت زمان، يعني ماشي على الأرض الهوينة، يعني اللي هو شخص مهم جدا بيضيف قلة تعريف لللقب تبعه. في الأردن بيكون لسه متخرج أو على وشك، بيضيف قلة تعريف، يقول المهندس، اسمه مهندس. طب هذا الشخص عاوز أقول له أنا عشان تتعلم لين يا صاحبي، فلازم أنت تقضي لك كذا سنة على أرض المصنع تتعلم، وأنت بين العمال إيديك متوسخة زيهم، وقاعد تعيش حياتهم لسنين طويلة. أنا من كم يوم بتكلم مع أخوي ونتكلم بموضوع شبيه، قلت له بتعرف شغلي، أنا مش فاهم كيف أنا عملتها، يمكن لو عاد بي الزمان راح ألاقيها صعبة جدا. أنا في دبي أضرب العمال مرة بسبب الحرارة الشديدة والرطوبة، طلعت لهم أنا قلت لهم أي واحد فيكم عليه على قميصه عرق أكثر من قميصي، أنا بعطيه، خليه هلا أعطيه إجازة وأوفر تايم. استحوا من حالهم ورجعوا، لأنه أنا طول الوقت بينهم، لأنه أنا كنت أقول ما بدي بيانات، ما بدي وجهة نظر، أنا بدي معلومات ديتا خام حتى أقدر أنا أشكل وجهة نظر. فأنا موجود بينهم، براقب العمليات، ما براقب العمال، براقب الماكينات، براقب حركة الناس، انتقال المواد، في عندي حركة زيادة هون، في عندي انتقال زيادة هون، طب خليني أعيد موضوع الماكينة، خليه. طيب أنا شايف إنه هذا الشخص مشغول جزء صغير من وقته، مش مشغول 50 ثانية ولا 55 ثانية من الدقيقة تبعته. أنا كيف ممكن أشوف هذا الكلام وأنا قاعد في المكتب؟ حتى لما بيجيني المساعد يقول لي تمام والأشياء منيحة، بأي مقياس؟ هذا اللي خلاني ابدا ما احنا سميناه خليه، وقت خليه الخشب الطبيعي، خليه بدات ب6 ماكينات 12 شخص، وخلال اسبوع تقريبا 10 ايام انتهوا 6، نزلوا للنص. هذا انت بتحكي تتكلم عن رفع الانتاجيه بنسبه 100%، هذا ما بيجي لشخص قاعد في المكتب، ولازم هذا الشخص يكون فاهم البروسيس تماما.
يعني ما يكون مضافا إليه، لازم يكون جزء من العملية، جزء من اللي بيحصل، عشان حتى يكون قادر على التأثير بالأحداث، حتى العامل يتفاعل معه، ما يقول لي أنت شو اللي قاعد بتحكي بيه، هذا كلام غير منطقي. فهذا الموضوع اللي هو الأساس. هل باش مهندس أستاذ الجامعة اللي بيدرس هندسة صناعية، والله والله شيء مخجل إنه يجي واحد، وأنا قابلت مجموعة منه، يجي يقدم لي نفسه إنه أستاذ بالهندسة الصناعية، بروفيسور. طب يا عم الحاج، أنت أصلاً الهندسة الصناعية إيش؟ إنه أنا أخلي هذا المصنع يحقق أعلى إنتاجية بأعلى جودة، أقل تكلفة، بأقصر وقت. هذه كل ملخص زبدة الهندسة الصناعية. إذا المهندس الصناعي ما حقق ليش هذا، شو بده يحقق له؟ شو المطلوب منه يعني؟ مش مطلوب منه أي شيء تاني غير هذول النتائج النهائية، أعلى إنتاجية بأعلى جودة بأقل تكلفة بأقصر وقت. إذا ما حققت ليها شو لازمك، شو لازمك بيها؟ هذا اللي قاعد بدرس بيه، شو بتدرسه أنت؟ أنت بتعلمه على إيش؟ طبعا الأستاذ مشكلته، وأنا قابلت ناس كمان خريجين جامعات أردنية، جزء منهم موجود هلا بالرياض يشتغلوا، نفس الشيء. فأجوني قالوا لي إحنا مش فاهمين، إحنا بيعطونا عناوين بيحكوا لهم عن continuous improvement، بيحكوا لهم عن value stream mapping والكلام هذا. طب يا سيدي ماشي، تشرفنا يعني، بعدين كيف بدنا ننقله لأرض الواقع؟ هذا الكلام لا يمكن انه شخص يكون لين مانيفاكتشرنج براكتيشنر قادر على تحقيق نتائج اذا لم يمضي سنوات، واكرر سنوات، على ارض المصنع، حل مشاكل الانتاج والماكينات والعمال، يعيد تموضعها بشكل يومي احيانا، واحيانا بشكل يومين ثلاثه. طبعا هذا يتناقض مع كل مفاهيم الصناعه بيجي فعشان هيك انا ممكن ادخل على مصنع ويقولوا لي والله في عندنا خبير لين، مجرد انه يشوف راسم خطوط طفر على الارض بعرف انه صاحبنا يعني الحق وذبح، ما له علاقه بالمجال. انت لما بترسم خطوط صفر انت قيدت الحركه، انت قيدت خياراتك في اعاده تموضع الماكينات وبحركه البني ادمين. انا اليوم وجهة نظري شايف انه حققت تقدم لما عملت اعادة تموضع. ثاني يوم، ثالث يوم صار عندي واقع جديد انا بشوفه وبستوعبه. بقول انا لو عملت هذه المناقله، هذا التغيير الصغير، انا بحقق مكسب كبير في الزياده الانتاجيه. اوكي وقفوا يا شباب، تفضلوا خلينا نعيد ترتيبه، نعيد تموضع الماكينات بدون قيود على الماكينات الصغيرة والكبيرة، لكن نكون أكثر تحفظا في الماكينات اللي تحتاج إلى يعني بنية تحتية حتى تحويلها. المشكلة الحقيقية اللي لا اللي بيكتبوا على اللينك بيتكلموا عنها، لأن هم ما عندهمش إياها أصلا بيكشفوا، ولا اللي بيدرس في الجامعات، ولا اللي درس في صاحبنا في وارك يونيفرستي، ولا كل المعنيين بيتحدثوا عن أهمية إنه الإنسان يكون واقف على أرض المصنع ولسنوات طويلة. اللي بيقرأ كتاب أحد الأبوين المؤسسين لنظام تويوتا، تاي إيتشي أونو، وهذا الشخص كان أحد العباقرة الاثنين، يعني بيقول إنه اللين مانيفاكتشرينج براكتيشنر، مش سنسي لسه بكون بعده على أول الدرجة، لازم يغسل إيديه 3 مرات اليوم. وهذا المقصود بكناية عن الالتحام بالعمل، عن انه هو عايش التفاصيل، ايديه بتتوسخ، بيحط على الماكينة، على الشغل، على الزيت، على بيعمل كل ما بيعمله العامل حتى يكون جزء من الكل. فهذه الكلمتين هذول هم الفرق بين الجنة والنار في هذا المجال. للأسف إنه معظم الناس يعني زي المي دائما تبحث عن الأرض المنخفضة عشان تروح باتجاهها، ما بتحب الأرض العالية. واللي بده يصير خبير باللين ما عنده استعداد ياخذ نصيحة التركي، لأنه هذه بصراحة
مزعجة ومتعبة وطويلة جدا. هو بيستسهل وبيقبل على على النصائح اللي بيكتبوا هدول، وانه تعال خد لك الروشيتا اوكي، بيعطيك اياها كم من كاتبين، وانا مش قادر افهم كيف بتذكروهم، كميه التولز، كميه الجرافيكس، وش يعني عنده خيال هائل، خيال فعلا، ممكن يعمل هذول حاملات طائرات خيالهم. فبروح بهذا الاتجاه يبحث عن الحل، لكن مره بعد مره وشهاده بعد شهاده، ولما بيواجه الحقائق على ارض المصنع يكتشف انه لا، الموضوع شوي اعقد، انه هو غير قادر على تحقيق النتائج. هلا بالحاله هذه هو امام خيارين ما لهم ثالث، يا انه يكون طموح ومغرور، والغرور بالمعنى الايجابي في المعنى السلبي، المعنى الايجابي اللي بيدفع الانسان انه يكون رقم واحد، انه يكون مميز، انه يبذل مجهود، مش يجيب غطي ازايز بيبسي ويعلقها على صدره ويسميها ناياشين، لا، هذا غرور تافه. لكن الغرور اللي بيكون داخلي هو محركه قويه جدا، انه الواحد يقعد سنين ويتحول على الارض. انا باجي على الهند، وانا يعني ما اخبيش عليكم، بلكي يتشجع البعض، انا بطلب ارقام بتخط بالنسبه للهنود، لكن انا بقول له طيب اوكي، شو يعني انك انت تضاعف انتاجك؟ فبيقول لي جريت دي فانتاستيك. بقول له طب وما بالك ب 300% و400%؟ لما انت بينزل تكلفتك ل 25%، انت مستكبر علي الرقم الفلاني، and you pay it once، يعني بمعنى you pay it لفتره، لست شهور لسنه، وهات لي اي واحد عندك حاب تدربه، انا بدربه معي، ما عندي مشكله. انه في عشرات الالاف من المصانع، واكثر منهم في مواقع البناء. موقع بناء زرته من حوالي اسبوع في شمال دلهي، الموقع كان في اليوم في الشهر رقم 20 في الموقع. صاحب الموقع من هذول السيخ، رجل ذكي جدا ومجرب، عنده تجربة كبيرة، قال لي احنا بالرقم 20 بتاخذ منا من 3 إلى 6 شهور لما نخلص الموقع. طبعا كمية التصليحات اللي مبينة واضحة، كمية الأخطاء، كمية اللو كواليتي. يعني أعطيكم مثل، زاوية العمود، أي زاوية في غرفة، زوايا عادة بتكسر. فطب أنا ما بزبط أن أنا أروح أسلم شقة بتكسر. قلت له طب كم الشقة؟ قال لي $1,000,000. هذا رقم مش غالي بالمناسبة بالهند، الناس تعتقد أن الهنود كحيانين، لكن إحنا اللي كحيانين مش هم. في أرقام كثير أعلى من هذا الرقم. طيب قلت له انه طب هذه الست اللي بتشتري منك هذه الشقه، اقول بعد شهرين انه اخبط الشغال بطاوله، ولا بحركه حدا، ولا ولد بيلعب كسر الحرف. هز راسه قال لي مشكله. قلت له حتبعت فريق، الفريق حيقعد يصلح، هيطلع عندنا مشكله باللون بمشقه حتصلحوها، وبعدين بعد 2 3 أسبوع حيتصلوا بي. لما بيسألوهم الناس عن شغلك هيقولوا لهم بنعاني معه. بيسألوهم عن الدهان الخارجي بيقولوا له بيقشر، بيقشر الدهان شكل المبنى بشع. قال لي طب انت شو بتعمل؟ فرحت على جوجل فتحت له على زاوية حديد صغيرة جدا، بسيطة جدا، معمولة لهذا الشغل. قلت له انا بحط الزاوية هاي بكل بساطة، بعطي عليها كفالة 20 سنة. هذا المنطق، انه البحث عن حلول، مش انا لانه انا خبير بناء، انا ما لي علاقه بالبناء، لاني انا ابحث عن حلول لمشاكل. انا لما بلاقي مشكله بدي اروح ادور على حل. زي ما حكينا على موضوع الماسكينج تيب وشو ممكن نعمل فيه، ببحث على حل هذه المشكله، مثلا ببحث عن حل للدهان انه ما يقش. انا اكتشفت انه انا مش محتاج استخدم دهان على الاطلاق، لا داخلي ولا خارجي. أنا بكل بساطة بجيب سمنت أبيض وبجيب مواد تانية بيضة تعطيني
درجة البياض اللي أنا عاوزه، وإذا عاوز ألونها بلون فالترابات موجودة، والكل اللي بيشتغلوا بنجارة بيعرفوها، والهنود أكثر ناس بيلعبوا بالألوان لأنه عندهم أعياد الدوالي تبعهم، بركشوا على بعض ألوان، فبتلاقي النسوان والكبار والصغار والأطفال كله كل واحد مرشوش 30 لون، وقاعد حامل الطبل وقاعد يطبل وبرقص، فالألوان موجودة عندي. فقلنا له بالحالة هذه إحنا بنضمن نعطي كفالة إنه يا عمي إحنا الآن هذا ما راح يؤشر لمدة 20 سنة. أجين لأني أنا شفت، بديت يعني رحت على الأردن إجازة فقعدت أبحث في هذا الموضوع، أنا كيف ممكن أحل هذه المشكلة؟ والمشكلة أحيانا ممكن تستغرق معي فترة طويلة حتى ألاقي لها، لما بلاقي لها بكون صنعت نقطة انعطاف كبيرة جدا من وجهة نظر صاحب المشروع ومن وجهة نظر العميل، عملنا نقل كبير في الوقت وصير أقصر. قلت له عارف كمية العمال المنتشرة هناك يعني شو بدي أقول شيء غريب، فقلت له وطبعا بيشتغلوا في كل الأدوار 5 أدوار في كل في جزء في كل دور، قلت له أنا ما بعمل هيك، قال لي شو بتعمل؟ قلت له I reduce the work in progress، كمية الشغل المفتوح فيها لازم تكون الحد الأدنى، احنا عندنا مهام نحط عليها قوة عمل بتخلص وننتقل إلى مرحلة ثانية إلى ثالثة إلى رابعة، بنخلص الدور وبنسلمه وممنوع نرجع له مرة ثانية انتهى. في أي وقت بتسألني بقول لك أنا عندي دور، أنا عندي 2 خالصين، انت فيك تعرف الى حد كبير جدا باليوم انت رح تستلم مشروع. فكل هذه الادوات ما ممكن يعرفها واحد فات ما دخل المجال، لما بخش على ارض المصنع اصلا بيتوه ما بيعرف من وين بيبدا، بتخش على مصانع الخشب بيمشي من مدخل المصنع لنهايه كل ناحيه ثانيه مشان يبقى عمله. طب يا سيدي هذا النقل ليش؟ طب ليش ما حطينا هاي الماكينات نحطها جنب الباب على اساس انه كل متر تمشي بيمشي تحرك فيه الخشب الى الامام بكون حقق مكسب اضافي تطور اضافي. انا بدعي الاخوان المنظمين ست ايمان هيها لنوع مختلف من التدريب، يكون مكلف لكن يعني اللي بده يكون اللي بده يصير طيار كابتن طيار بيدفع. أنا بدعوهم إنه يعملوا دورات تدريب على أرض المصنع، ولو سنحت الظروف أنا بكون موجود، أنا اللي أدرب، بمعنى إنه بنعطي دورة شهر، هذول الناس اللي جايين يقعدوا على أرض المصنع لمدة شهر، يكون في ماكينات ويكون في جزء نظري وجزء عملي يشتغلوا بإيديهم. ممكن نعمل دورة 3 شهور، دورة 6 شهور. أنا بعتقد هذول الناس بيتقدموا. الوحيد اللي بفك الخط مش خبير، هو موجود بالرياض خبير يعني كان نجار، اخذته ولد صغير بالاردن تدرب معي سنين طويله جدا وحاليا موجود بالرياض، ولما يتعثر اي مشروع لعند مصنع هو بيتقدم وبيحل لهم المشكله، وطبعا بياخذ يعني سمعت انه صار مليونيري. فاللي بيحب انه يروح بهذه السكه هذه السكة مجزية جدا جدا للي بيدرب وللمتدرب، لأنه في نقل هائل بحياته. يعني بالهند مهندس ميكانيك بخبرة 5 سنين بيأخذ 60,000 60,000 روبية، خليني أعطيكم رقم 60,000 بساوي كم دولار هنا 82 روبية، 60,000 يطلع 731 دولار. طبعا مرتبات مش قليله، لكن انا شخصيا صعب جدا اشتري لاقل من 3500 دولار. هلا للمصنع الواحد انا مش موظف، انا ماني موظف، طبعا زائد سكن زائد مواصلات، انا مش موظف، انا لانه انا ممكن احل المشكله وانا قاعد في البيت، واحيانا كثير بحلها وانا نايم، لانه العقل الباطن يعني انا كنت احل مشاكل اعقد مسائل الرياضيات في الجامعه كنت احلها وانا نايم، لانه العقل الباطن مشغول بها
ويفاجئنا بحلها. أنا مش محتاج إني أكون بالمصنع حتى أحلها، فأنا مشان أنا أدخل لمصنع وأشتغل معاهم هذا رقم. وأحيانا بطلب مبلغ على علامات الطريق، بمعنى أنت اليوم قدرت وصلت لنقطة 200% ضاعفت إنتاجك، أوكي، يعني أنا بتوقع أنك يكون في مكافأة على هذا الموضوع. هذه يعني بلد احنا قاعدين نحكي عن 5 أضعاف المرتبه. فالموضوع البناء بيتعاملوا هنا بحدود 10%، فلما مشروع بناء بيكلف $1,000,000 ويمعروض عليه 3 مشاريع لنفس المالك كنت زرته هنا، رقم مجزي مجزي. حتى لو اعطيته انا خصم 30% في بيضل $200,000. هو طبعا انا لزمت نفسي حد أقصى 12 شهر، أنا فعلياً بعرف أن أنا بخلصها في 6 شهور. فهذا الموضوع أنا بعتقد وبقترح على الإخوان أنه يفكروا بهذا التدريب، لأنه ما عدا هو عبث ودوران في داخل فنجان بدون تحقيق أي نتائج على الإطلاق. اللي بيقول غير هذا الكلام فضل يقدم لنا دليل واحد، دليل واحد، شخص بيعرفه علم بهذه الطريقة وحقق نتائج. ما في، هذه مشكلة عالم الجيل. طب احنا يا باشمهندس تركي عايزين ندي الناس اللي معانا نصايح. حضرتك اتكلمت على نصيحة ان الواحد بيمارس على الارض وبيشتغل وبيوسخ ايده زي ما حضرتك قلت وكده، ايه الادوات اللي الناس بقى المفروض تستخدمها؟ حضرتك المرة اللي فاتت اتكلمت على بعض الادوات زي الفاليو ستريم ماب والحاجات دي، فلو نديهم بس بعض الادوات وفائدتها للسيل ديزاين، الحاجات الجميله اللي حضرتك كلمتنا عليها المره اللي فاتت. هلا هذه جزء من مبادئ اللين، ما ممكن يقدرها، ما ممكن يثمن معناها استاذ ايمان الا لما فعليا يكون على ارض المصنع. فلما بقول له انه ديفاين ذا فاليو فروم ذا برسبكتيف اوف ذا كلاينت، طب ايه يعني فاليو؟ يعني انت شو الكلام هذا؟ لكن لما هو بيعرف انه انا بحط فيتشرز، على اي اساس انا عاوز احط فيتشرز في هذا المنتج؟ فبتلاقي مثلا صنايعي في دمياط فبقول لك كده احلى. طب احلى لمين يا حاج؟ احلى لمين؟ الحلاوه فقط بتكون من وجهه نظر العميل. انا اذا العميل مش حيدفع عليها فلوس ما بحطها. احلى ولا مش احلى هذا موضوع ثاني. انا لازم بحطها لانه محتاجين، انه العميل حيدفع عليها فلوس ونعمل له اياها. طيب انا قدرت احدد الفاليو زي ما بيشتري السياره بعدد معين من الاوبشنز. المرحله الثانيه، وطبعا كل هذا موجود، يعني انا قلت انه ممل اني انا احكي به، لكن لما بنكون بنحكي على تدريب على ارض الواقع في ارض المصنع بنتطرق له، نقول له طيب اوكي فاليو ستريم. طيب احنا عارفين انه احنا عاوزين نعمل كرسي خشب، هذا تصميمه ممتاز. طيب كيف بنحقق، كيف احلل المواد الخام الخشب من نقطة الخام دخولها للمصنع إلى خروجها ككرسي جاهز للاستعمال؟ ما هي المرحلة؟ إحنا بسموها value stream، خلينا نتعامل معها كمجرى نهر. المنبع النهر هو المواد الخام، والمصب هو المنتج مسلم للعميل. فأنا خلال هذا الموضوع، وذكرنا الكرسي، أنا بعتقد أني أنا بعمل الوحيد، بعمل شغلي ما بتنعمل في العالم إلا يمكن على مستوى قصير جدا، طبقت طبعا، أنه أنا بشوف أنه في جزء كبير من الجهد، رجعنا لقصة العمالة، جزء كبير من، واللي بيعرف بالكراسي راح يفهم شو بقول، إنه دهان الكرسي هو مجمع، بيجمعوا الكرسي في 1,000,000 مشكلة بالخشب ونجارته وضربات فيه، وبعدين بيقعدوا رحلة الصنفرة تبعته، بياخذ أضعاف أضعاف الوقت اللي أخذ مجانا عمل. يا سيدي ما فكرت إنك تصنفر الكرسي مثلا هو مفكك؟ بالتالي فيك تستخدم أدوات وماكينات، بتختصر عليك وقت هائل. هيك بفكر بقول والله سؤال عمرنا ما سألناه يا صاحبنا هذا. طيب شو رأيك إنه لو عملت أنت مرحلة كامل مراحل
الدهان بالطريقه هاي ما في شيء راح يختلف عليه، بس انت شلت 70% من الجهد بره والجوده تحسنت، التكاليف قلت. لما بنيجي نتبع الفاليو ستريم بنقول له هاي الطريقه من الطرق، تعال خلينا نحط المراحل اللي بنمر بيها وبعدين ندرس كل مرحله، هل هي النهائي؟ هل هو هذا القدر بهذه الطريقه؟ ولا احنا فيها ندخل عليها تحسينات؟ عشان هيك لما تكلمت عن الخط الاصفر هذا النموذج طبعا ضروري ينطبق عليها، بس بيقول عن التغيير اللي ممكن احداثه، هل انه هذا النموذج تكرر في اشياء ثانيه؟ فاذا احنا قدرنا انه نصنفر الكرسي وهو مفكك وجمعنا، يا سلام على النقل الهائل اللي عملناه. انا شخصيا بروح لابعد من هيك كثير، انا بفنش الكرسي بالكامل هو مجموع. شخص مصري مليونير بالاردن واحترمه جدا جدا بالمهنه، قال لي يا تركي كده الخشب حيشلع ان بعد ما دهنته. قلت له ليش انت لما بتشتغل فيه بالخشب بيشلع؟ قال لي لا. قلت له عارف ليش بيشلع؟ وانت بتعرف اكثر مني، لانه الادوات القصر بتاعتك بتكون حافيه. قال لي صح. قلت له اذا شلع روح وحط ادوات حاديه وتخلص من المشكله. فالقصد عقليه اللي تفكر بشكل ديناميكي لا تتوقف، هذا معنى الاداه كونتينوس امبروفمنت. لا تستكين ابدا، ما بتوصل لمرحله بتقول بيقعد بالكرسي وبيرجع لورا بيقول انا اليوم اكتفيت، احنا كده الاشياء معدن ورضا وخلص بكف وكفى الله المؤمنين شر القتال. ابدا، هي مش قرار بالمناسبه، هي متعه، هي لعبه شطرنج متعه عند الانسان طول الوقت. عشان هيك انا بستخدم تعبير يجب للهنود هون، بقول لهم انا عدو الوقت والماكيناتي هي الدبابات وجنودي هم العمال، كل مرة أبحث عن معركة أخوضها مع الوقت وألزمت نفسي أن أنتصر بكل معركة بخوضها. عشان كده يمكن يا مستر تركي بيقولوا إن اليابانيين دايما بيسعوا إلى البرفكشن والكمال مش موجود، فدايما تماما هي بتصير إنه هي انفينيتي بيرفكشن انفينيتي، لكن احنا طول الوقت نسعى لانفينيتي، نسعى انه نخلي الويست ايكوال زيرو. طبعا هذا مفهوم نظري لا يمكن ادراكه، لكن طول الوقت نحاول انه نخليه نمشي باتجاه الانفينيتي والنسب. هذه العقليه مش حكرا على اليابانيين، هذه العقليه اللي بكون مخلص لهذا النظام وبحبه، وهذا النظام اللي بحبه بيعود عليه بمنافع هائله. صدقيني انه ممتع جدا بحياته. في صديق لي اشك انه موجود يشتغل في دبي ناصر، فبقول لي انت ركبت لي وسواس. انا لما عاوز اروح اي مشوار فانا بسال انه اروح من الطريق هاي ولا من هاي ولا من هاي، ومين اللي اسهل ومين اللي فيها مشاكل اقل وفيها ترافيك لايت وفيها كذا. فقال لي بطلت، فقدت التلقائيه فقدت التلقائيه اللي عند الاخرين اللي بركب طيارته بيتحرك. اوكي، هل احنا ضايل عندنا 11 دقيقة؟ انا بكون سعيد اني اسمع التعليقات، لان المرة اللي فاتت بالكاد كان في وقت، وبحب انا اسمع لانه الفيدباك هو المهم بالحال. تفضلي. ما في اسئلة؟ يا أهل الدار يا أهل الدار، السلام عليكم. عليكم السلام. هو مفيش سؤال، هو يعني شكر وتقدير اللي حضرتك بتقوله، لان ده البراكتيكال واي اوف ثينكينج، يعني علشان تو اتشيف ببساطه يعني المطلوب. فانا بشكر حضرتك على الابروتش وانا باكد عليه، ويعني هو في الاخر اللين والسيكس سيجما وتولز علشان تو اتشيف ريزولتس،
ف والله اسمع، كان نضل انا وياك اصحاب، طلع لي ان سيك شاء الله. سيجما من الموضوع، طلع لي سيك سيجما من الموضوع. انا ما جبت سيرتها ابدا الا بالنقد، لانه لا تضيف اي قيمه ابدا، بالعكس هي من ادوات التضليل. موافق على حضرتك في حالة واحدة بس، في حالة استخدام السيكس سيجما بشكل غير مظبوط. يعني لو استخدمت ما في السيكس له سيجما، مظبوط، ما إلها دور. انا 22 سنه صديقي، انا بشتغل 22 سنه، انا ما عندي احصائيات اعملها، ما عندي اوبتمايزيشن، ما عندي كالكوليشنز، ما عندي. انا بص ذكرت حضرتك حالات هو معينه. براكتيكال، يعني مش يعني انا متفق على حضرتك مع حضرتك في المبدأ، لكن يعني هو في خبرات مختلفة في بنش مارك الصناعات مختلفة، لما بيكون الفاريبلز كتيرة فهو دور السكس سيجما مش مجرد ان هو يعمل بروجيكتس عشان يعمل سيفنج، هو كمان بيقدر ان هو يأوبتمايز وان هو يكيب الاوبريشنز بنفس هذه ما في اوبتمايزيشن. الاوتبوتس. خليك معي شوي اذا سمحت. اللين مانيفاكتشرنج ما في اوبتمايزيشن. لا انا اللين بتكلم على مانيفاكتشرنج، استخدام السكس سيجما از تول. لا انا مش عاوز اخش، بس انا بحكي عن اللين. هي مفروض انها بتقدم سبورت، هي تعزز من عمل اللين. احنا بالنهايه عندنا اوبريشن، عندنا مصنع، هذا المصنع بدنا نحسن انتاجه، هذا الهدف النهائي. باللين دائما انت بتبدا من الهدف النهائي وبترجع للنقطه اللي انت فيها، فبتسال سؤال طول الوقت، سؤال قبل سؤال عشان ترجع. انا لما بدخل على مصنع زي اللي دخلته امبارح، انا ما في عندي اوبتمايزيشن، ما عندي كومبرمايزيشن، انا عندي في اوبريشن بدي اعملها. بلاش تكون في خلط، لانه في موضوع جروب تكنولوجي، بمعنى انا ممكن ادخل على مصنع وعنده 5000 ديفرنت ايتم بينتجهم. هلا هذا له مدخل ثاني، ما له علاقه، اسمه جروب تكنولوجي، بكرييت فاميليز، هذا شيء مختلف تماما. ما في، اعطيني دليل واحد، اعطيني شركه واحده في العالم، شركه واحده في العالم تؤيد كلامك انه هي بسبب السكس سيجما حققت تفوق، وتفوق مقارنه مع مين؟ قارن لي اياها مع تويوتا، مع طبعا ميتسوشيكا. معلش معلش يا باشمهندس تركي، احنا عايزين نفصل بين موضوع اللين والسكس سيجما، لان السكس سيجما تم تنفيذها في شركات ونجحت بيها، كان ما بتستغلش الداتا. واللين ده بري ريكوزيت، ده اساسيات التصنيع، فيعني ده تراك وده تراك. السكس خلاص سيجما روحوا بتاعتك خليكم شركه، بالتراك بتاعكم. لا يعني عايزين نقول ما ينفعش اعمل شركه سكس سيجما ما فيهاش لين. اللين ده الاساس، احنا كلنا مقتنعين ان اللين هو الاساس، مفيش حد مش مقتنع، فاهمني؟ اليوم من الايام انا جيت اقرب حد، ايه ما راح يسمع مني على الاطلاق، ولا راح اسمع منه كلمه سكسي، وراح احقق نتائج هو والناس اللي بتعامل معهم راح يذهلوا وبدونها. هلا انتم بدكم تعملوها، صحتين على قلبكم، عيشوها زي ما انتم حابين. طيب خلينا ننقل من نقطه ثانيه. أستاذ شيرين، باشمهندس شيرين، باشمهندس شيرين، باشمهندس شيرين، يبدو انفصلت عن النت. طيب باشمهندس تركي، انا بس يعني انا يعني مجموعة مصانع واحنا بنستخدم السكس سيجما بشكل كويس، سامع ايش مطلوب؟ وادعوك ان شاء الله لما تيجي مصر تزورنا، واكيد ان شاء الله يعني ننسق الموضوع مع الباشمهندس شيرين ونتشرف بحضرتك ان شاء الله. الشرف لي. شكرا، انا هكلم مهندس شيرين ان شاء الله، انا اسمي احمد عزام، وان شاء الله شو طبيعة نتعاون في هذا عملكم؟ الموضوع. وعدكم؟ هو المهندس شيرين ممكن تبقى تكلم حضرتك على التفاصيل ان شاء الله. لا لا مش عاوز، طب بس عاوز المجال، الصناعة، المنتج بس. سانيتري وير اندستري. سنتري وير. اوكي، شكرا.
شكرا، أهلا شكرا بك. على يعني مداخلة حضرتك، ويعني لكن أظن إن لازم كتير من الشرح والطرح، علشان بس يعني أنا متفهم طبعا اللي حضرتك بتقوله بخبرة حضرتك، لكن على ما أظن المواضيع محتاجة يعاد تقديمها تاني لتأكيد اللي حضرتك بتقوله، ممكن بكذا طريقة مختلفة برضه. شكرا نعم، جزيلا، شكرا. أهلا بك، شرفت. أستاذة شيرين، مستر تركي، غالبا احنا كده lost connection مع باشمهندسة شيرين، هي بس عشان مسافرة فال connection عندها بيفصل كل شوية. أعتقد ان احنا كده تمام، يعني لو في حد عنده أي سؤال تاني ممكن يكتبه في ال Q&A. لو مش كده يبقى شكرا جدا لحضرتك مستر تركي على ال session دي، وتمام احنا ممكن نقفل. هي باشمهندس شيرين رجعت اهي. معلش أنا آسفة، أنا عندي مشكلة في الكونكشن. أوكي، لا بسيطة. إحنا بنشكرك يا باشمهندس تركي، وعلى فكرة وإحنا كلنا لازم نسمع بعض، والآراء المختلفة ما تعنيش إن حد صح وحد خطأ. هو حضرتك بتتكلم على صناعة محددة اللي أنت اشتغلت فيها بخبرتك في صناعة الفرنتشر والأخشاب، صح يا هندسة؟ لا لا، بتكلم انا امبارح ابواب ازاز، وقبل اسبوع قطاع انشاءات، وفي راجستان بس كوارتز. نعم، كل القطاعات اللي حضرتك بتذكرها دي في احتياج شديد لتطبيق اللين، يعني اكتر من السكس سيجما. انا متفقه معاك جدا، احتياجها لتطبيق اللين واللاي اوت والفاليو وتدريب الناس وتدريب النجارين وتدريب العماله والاداره واللاي اوت، دول في احتياج شديد طبعا للين اكتر من السكس سيجما اكيد. أستاذة شيرين، كل صناعة فيها input فيها output، بما فيها الهيلث applies to lean. روحي شوفي lean in health. اوكي، الغريب ان الناس بتحكي عن السكس سيجما، هاي الناس الخبراء، انا بتكلم على الامريكان جيفري لايكر وغيره، هذول الناس بروفيسورز في مواقعهم. طب الغريب انه اذا كانت السكس سيجما فيها هذه الفوائد وهذه الاضافات، طب هذول الناس وين عن الموضوع؟ ليش مهملينها؟ هذا سؤال محتاج الى حد يجاوبه. شوفي، التطور بيتم بالشك، لا يتم باليقين. انا بتبع مدرسه رئيسيه بالعالم اللي هي العالم يتبعها ويحقق النتائج. ما تخرج فيه الامريكان وطلع فيه ونشروه ضمن الناس اللي وقعت تحت تأثير الثقافي الأمريكي، الشركات الأمريكية. أنا شفت ناس، قعدت أحكي مع ناس تبعين في 3M، بلاك بيلت وغيره، ما فيش أي حوار ذكي أبدا، يعني أكثر من مرة ما في حوار حتى 5 دقائق ذكية. يقول لك أنا والله بلاك بيلت، أهلا وسهلا، إيش قاعد تحكي معه؟ ما في نتائج. على كل حال، كل شيخ وله طريقته، ودائما الوقت ببين التطورات يعني. طيب احنا بنشكرك وبنشكرك على مشاركتك معانا مرة تانية، وسلامتك ألف سلامة، وإن شاء الله نعاود إن احنا نعمل ويبينارز قريب تاني مع حضرتك. شكرا مش بس، بتشرف، ربنا يوفقك ومن أفضل لأفضل. الله يخليكم، تسلم، شكرا، شكرا، شكرا للجميع، سلام. أهلين.